مساء الخير. مكملين في الملف عن حكم الإمام الشافعي، والإمام الشافعي زي ما بنقول هو واحد من أبرز أئمة أهل السنة في التاريخ الإسلامي وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، وهو ثالث الأئمة الأربعة. هو اللي أسس علم أصول الفقه وكان إمام في علم التفسير وعلم الحديث. اتولد في غزة واتدفن في مصر من 1200 سنة، وبرغم كل السنين دي لكن علمه وتأثيره حاضر، وتسمى الإمام المجدد وعالم العصر. وبعيدا عن علومه وفقه وكتبه، فالشافعي كلامه العادي كان حكم عاشت معانا لحد دلوقتي. فحكمه وكلماته منهج للحياة وللأخلاقيات والتعاملات، وده اللي بنعمله في الملف ده. كل يوم بنتكلم عن حكمة من حكم الإمام الشافعي. حكمة النهاردة قال فيها: ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. الحكمة دي بتتكلم عن موضوع مهم قوي، فكرة انك تكون متوقع كل شيء من البشر، فيبقى اعتمادك مش عليهم، على نفسك بالاستعانة بالله. وفرق كبير بين انك بتتوقع عن سوء ظن وبين انك تتوقع عن وعي بطبيعة النفس البشرية. من اكتر المشاعر المؤلمة في العلاقات وبتسيطر علينا كتير هو الشعور بالخذلان من البشر. طبيعي بيوجع، لكن المشكلة مش انه بيوجع، المشكلة لما يصدمنا ويهز ثقتنا في الناس ويبقى بداية لسوء الظن والتعاملات الغير سوية. والسؤال: هل علشان ما نتعرضش للخذلان ما نتعشمش من الاول في حد؟ ما نقدرش نعمل ده، لان جوانا بالفطرة شعور بالاحتياج واللجوء والاستعانة بالبشر. ربنا قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني احنا مسخرين لبعض. فالعشم في البشر لازم يكون موجود، لكن بشروط محددة وله قواعد وأطر له، وأهمها إننا نتعرف على سمات النفس البشرية اللي بنتعشم فيها، وهم أربع حاجات أساسية. أول حاجة ربنا قال عنها: فألهمها فجورها وتقواها، يعني كل نفس جواها فجور وتقوى. أحيانا حد هيغلبه الفجور وحد تاني هيغلبه التقوى. تاني حاجة ربنا قال: وخلق الإنسان ضعيفا، مهما كانت قدراته فهو ضعيف، وده محتاج وصل مستمر بالله واتباع لقوانينه علشان يتغلب على الضعف ده. تالت حاجة قال لنا إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، على طول عايش في قلق وخوف وتوتر من غير لجوء لله، فده بيأثر كتير على سلوكه وأفعاله. رابع حاجة قال لنا: أكثرهم لا يعلمون، لا يعقلون، لا يشكرون. كل ده تقال لنا عن البشر واحنا منهم، ومع ذلك بنتخيل ان كل اللي حوالينا في حياتنا مستحيل يبقوا من دول. المعلومات دي لما تكون جوانا فوقتها بنتعامل واحنا متوقعين كل حاجة عن وعي بحقيقة النفوس البشرية، مش عن سوء ظن، مدركين الفرق الكبير بين الرجاء والعشم في البشر والرجاء والعشم في ربنا. بتدرك ان هما مجرد وسائل وادوات ربنا بيسخرها لك لما بتتعشم فيه هو الاول. فلما يأثروا معاك بتعرف ان ربنا منع عطائهم علشان عطاء بشكل تاني، وعلشان يعلمنا ما تنساش ربنا هو الاساس وهما مجرد ادوات. فساعتها شعورك بالخذلان بيبقى مجرد زعل طبيعي، لكن متحوط باللطف والحكمة واليقين في الله. كل ده بيحط لنا اطر للتعاملات بحدود، بكياسة وبفطنة، وتوقع ان كل شيء وارد من البشر، لكن من غير سوء ظن وتدخل في النوايا. وده موضوع مهم قوي بيلخبطنا. أأمن نفسي إزاي وأنا بتعامل وفي نفس الوقت ما دخلش نفسي في النوايا وما ظنش فيهم ظنون سيئة؟ في قاعدة تحسم الموضوع ده، إن النوايا هي أساس في التعاملات بيننا وبين ربنا، لكن مش هي الأساس في التعاملات بيننا وبين البشر. الأفعال والسلوك هم الأساس، لكن النوايا اللي بيننا وبين البشر بتتاخد في الاعتبار، مش بيعتمد عليها. في قاعدة فقهية بتقول: النية الطيبة لا تصلح العمل الفاسد، يعني ما ينفعش يبقى عملك فاسد وتقول نيتي كانت خير. نيتك يتعامل معها ربنا بحسابات خاصة ما نستوعبهاش، لكن مع البشر فنيتك الطيبة مش هتغير كونه عمل فاسد. في التماس أعذار، لكن ده له شروطه وحسب طبيعة الموقف والأشخاص والرصيد بتاع باقي المواقف. سيدنا عمر بن الخطاب له مقولة بتقول: عاملوا الناس بما يظهرون لكم والله يتولى ما في صدورهم. الكلام ده في الحالتين، لو الظاهر طيب وخير يبقى ما تدخلش نفسك في النوايا وتظن ظنون سيئة، ولو الظاهر سيء والعمل كان فاسد فما تبررش وخلاص. وده مش هيتعارض مع التماس الأعذار وإنك تدي فرص، لكن وإنت عندك فطنة ووعي مش بتبرر وتخدر نفسك وخلاص نتيجة مخاوف أو تعلق أو ضعف. ربنا من أسمائه الظاهر الباطن، بقدرته يعلم السر وأخفى، فعلم ببواطن نواياك ونوايا غيرك،
وهيظهر لك المناسب ليك تعرفه في الوقت المناسب، وهيخفي عنك اللي مش خير يظهر لك. فقال لنا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فما تدورش ورا حاجة ربنا مخبيها عنك وتتدخل في نوايا وتعتمد على الظنون. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. تعاملات مع البشر مش بتتبني على التفتيش في المستخبي والاطلاع على البواطن، ولا بتتبني على الأحاسيس والظنون والاستنتاجات. الحكم الحكم اللي بيننا هي المواقف والأفعال واستمراريتها، مع ضرورة الوعي بطبيعة النفس البشرية. هنتكلم عن الحكمة النهاردة بإذن الله ومعانيها بالتفصيل مع ضيفنا الشيخ محمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانيه، مكملين في سلسله حلقاتنا عن حكم الامام الشافعي، والنهارده ضيفنا الشيخ محمد الصباغ من علماء الازهر الشريف. اهلا وسهلا بحضرتك يا شيخ محمد. حكمه النهارده من الحكم المهمه قوي، لكن محتاجه شرح تفصيلي عشان ما تتفهمش غلط. الحكمه بتقول ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى انت جميع امرك. ايه المقصود بالحكمه؟ بسم الله والحمد لله، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أقر سبحانه وتعالى الخلق بحكمته وأقرهم بقدرته. سبحانه من جمع بين القلوب وجعل العقول آية على الفهم. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من اعتمد على الله فلا ذل ولا قل ولا مل، صلى الله عليه وسلم. ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. حكمة ثاقبة دقيقة عالية من إمامنا الشافعي، فيها دعوة إلى الاعتماد على النفس، ولا سيما فيما يخص النفس من أعمال فردية تحتاج إلى الاعتماد على الله أولا، ثم الأخذ بالأسباب، ثم الاعتماد على النفس كلية. لأن الإنسان إذا اعتمد على غيره ذل، إذا اعتمد على غيره ذل، ومن اعتمد على الله فلا كل ولا ذل ولا مل. من اعتمد على الله، ما حك جلدك مثل ظفرك. هنا يعني الإمام الشافعي ساق مثلا، وساق مثلا نحتاج إليه جميعا في جميع حياتنا كلنا. إن أردت أن تحك جلدك فلو أشرت لأحد عليه ما استطاع، وما استطاع أن يلبي طلبك، حاجة من الواقع الملموس. لذلك قال لك أنت أحق الناس بأن تشير إلى ما تحتاج، وأنت الذي تعلم ما تريده من الحياة. لو أن إنسانا ذهب إلى طبيب يريد أن يتعالج أو يعالج من مرض ما، ومعه من يستند عليه من أقاربه أو أبيه أو أمه إلى آخره، فيسأل الطبيب بما تشعر، من الذي سيجيب؟ الطبيب المريض أم قريب المريض؟ المريض. فلو أجاب قريبه ما عولج، ولو أجاب هو لاستدل الطبيب على إجابته بمرضه. خلاص أنا هفتش عن هذا المكان. فهي دعوة في الإسلام إلى الاعتماد على النفس بعد الاعتماد على الله، وأقولها مرة أخرى، ولا سيما في العمل المنفرد وليس في العمل الجماعي، لأنه في العمل الجماعي هو استكمال دائرة تحتاج إلى أن يتكاتف فيها الجميع. أما في نفسك، في مجالك، في عملك لوحدك، في دور تقوم به حضرتك لوحدك، لابد أن تقوم به بنفسك دون أن تعتمد فيه على غيرك. طيب المعنى ده كأساس شيخ محمد ينقلنا لمعنى دارك، دايما نقول ما تتعشمش في بشر وما تتعشمش غير في ربنا. صحيح. المعنى
يعني ليه وجهين. يعني احنا ربنا لما قال وجعلنا بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، قال يعني ان البشر محتاجين لبعض، وهم في كل واحد مسخر ممكن يكون لخدمة التاني وليه دور انه يسند التاني ويساعد التاني. حتى في العلاقات الانسانية أكيد. الزوج محتاج الزوجة، الام الابن محتاج امه. ففكرة يعني ايه ما نتعشمش في بشر، يعني لا تجعل عشمك منصب على البشر كلية كلية، يعني الفكرة كلية الكلية. طبعا لكن جزئيا هينفع هتعشم في الناس. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى كما أدار منظومة الكون، أدارها في فلك، فجعل الجميع يسلم بعضه بعضا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. والسخرية هنا ليست استهزاء حتى لا تفهم بمعنى آخر، وإنما السخرية هنا هو أن يزلل بعضهم لبعض. الطبيب سخر لجميع البشر، والمهندس سخر في مجاله للناس، والداعية سخر في مجاله للناس، والمدرس سخر، وهكذا. كل يحتاج إلى الآخر في مجاله. لكن أقول متى ينزوي الإنسان ومتى يعمل بهذه الحكمة الرائعة من إمامنا الشافعي؟ في الأمور الشخصية البحتة لكن نحتاج لبعض، العشم لا يكون إلا في الله، والعشم في وجه الله سبحانه وتعالى لا ينقطع، لأنه أوكل على نفسه وأوجب على نفسه سبحانه وتعالى أن ينفذ لعباده ما أرادوا إذا كان متوافقا مع شرع الله الحكيم. خلاص، هو اللي أوجب على نفسه بقدرته وحوله وقوته. تمام، احنا هنتكلم طبعا بالتفصيل، بس معانا تليفون، معانا الاستاذ السادات. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل. تحياتي لحضرتك وتحياتي للشيخ محمد. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. موضوع الحلقه ممتاز والله، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب، اتفضل. ليا سؤال، هو خارج ليا سؤال للشيخ محمد بس خارج نطاق الحلقه، معلش. مفيش مشكله، اتفضل، بس يا ريت لو نوضح الصوت بس اكتر كده. كويس، اتفضل. سؤال حضرتك ايه؟ انا كان سؤالي عن اليقين. انا حاسس ان احنا عندنا ازمه في اليقين مع ربنا سبحانه وتعالى. اليقين مع الله. تمام. يعني اليقين في التوكل، اليقين في الرزق، اليقين ان ربنا هيوجد لنا الخير. بصفه عامه اليقين كمبدا في حياتنا. اليقين كمبدا في حياه المسلم بالذات. طيب، سؤال حضرتك تحديدا ازاي نوجده كمبدا؟ الخط قطع. طيب، هنعتبر ان هو فعلا ازاي نحل مشكلة ايجاد اليقين في قلوبنا؟ اليقين بالتعرف على الله. بالتعرف على الله، المعرفة. طبعاً، ان تعرفنا على الله حق المعرفة تيقنا في ان الله هو الرازق، وان الله هو المعطي، وان الله هو القابض، وان الله هو الباسط، وان الله هو المانع. عبدنا الله سبحانه وتعالى بكل اسمائه وصفاته التي ينبغي ان نعبده بها. اذا تعرفنا على الله تيقنا في الله. ومثال توضيحي، امتى بثق في شخص قوي؟ لما اتقرب منه، لما اعرفه، صح، واتودد اليه، وازوره مره واثنين وثلاثه واربعه، واقعد معاه واتكلم معاه واقتنع بكلامه واتودد اليه تماما، هنا اقول له كل اسراري. وهنا كذلك، تعرف على الله، تودد اليه، تعرف عليه بذاته وبحوله وقوته وجماله وجلاله. فإن تعرفت على الله طرقت بابه وفتح لك. سبحان الله. والابتلاءات بتيجي يعني بالتدريج للبني آدم من ساعة ميلاده، فيتعرف كل شوية على جزء طبعًا معين طبعًا، فيزداد يقين جزء جزء، فالموضوع ما بيجيش مرة واحدة، لا بيجي طبعًا تدريجي. أكيد أكيد، ولكنه تعرف على الله سبحانه وتعالى حق المعرفة، فهنا يتيقن في الله. مهما ضاق الرزق، مهما قل، مهما زاد، مهما ابتلي، فيعلم أن الذي بيده كل مفاتيح الأمور
هو الله عز وجل. سبحان الله. نرجع لموضوعنا، فكرة العشم في البشر والعشم في الله. طبعا من أكتر المشاعر المؤلمة اللي الإنسان ممكن يلاقيها في العلاقات الإنسانية هي فكرة الخذلان. والخذلان نسبي جدا، في ناس بتستقبل الخذلان إن حد تكون متعشمة فيه فيحصل في النهاية إن هو كسر بخاطرها أو إن هو ظلمها أيا كان. في ناس ممكن تقع وتنهار تماما، وفي ناس بتتعقد، وفي ناس بيحصلها تأثيرات سلبية كتيرة جدا. فالفكرة إن الإنسان لما لما يجي يتعشم في البشر لازم في حدود يا شيخ محمد طبعًا. وأطر يتعشم من خلالها طبعًا. أهم الأطر دي فكرة معرفة الصفات البشرية والسمات البشرية أكيد. لو قلنا أهم أربع حاجات، أول حاجة إن فألهمها فجورها وتقواها، إن النفس جواها الفجور والتقوى. تاني حاجة خلق الإنسان ضعيفا. تالت حاجة إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مساه الشر جزوعا وإذا مساه الخير منوعا. رابع حاجة فكرة إن دايما ربنا بيكلم أكثرهم لا يعلمون لا يعقلون ولا يشكرون ولا السمات دي كلها تعليق حضرتك عنها إيه عشان نعرف نستخدمها في مسألة العشم؟ طب ناخدها مجمعة بالظبط، نقول صفات إنسانية بشرية تحتاج من كل إنسان أن يتعرف عليها، وأن يتعرف على أن الإنسان مهما بلغ غاية الأدب، مهما بلغ غاية الأدب وغاية الدين وغاية الحكمة يعتريه النقص، ويعتري ما عدا الأنبياء صح. الذين عصمهم الله تعالى بعصمة من عنده. لكن كل إنسان فينا ضعيف أضعيف، لما بيصيبه الشر جزوع نعم. الإنسان لا يعلم كل شيء، لا يعقل في بعض الأحيان، لا يشكر في بعض الأحيان. كلنا يعترينا هذه أو تعترينا هذه الصفات. يبقى لما بكلم محمد وأعلم أنه مثلا شيخ أو داعية، وأنا بكلمه لابد أن أعلم أنه إنسان وأنه بشر يتأثر بما يتأثر به الناس. قد يكون أعلى نسبيا في عدم التأثر لكنه يتأثر. ضعيف ضعيف، ضعيف عند ولاده، ضعيف عند أبوه أمه، ضعيف عند ما يصاب أحد من ذويه بسوء. فالطبيعي رد الفعل هيكون بشري، الطبيعي هيكون بشري. أنا بضرب مثل هنا، لابد أن نتعلم أن هذه الصفات تعتري الجميع. فلما أجي أتعشم في أستاذة سارة أبقى على قدي، وأبقى عارف أن لي حدود معينة عندها ستوب، عشان لما العشم لم يصب بشيء ما تأزمش نفسيا. أبقى عارف أن في سقف، أن في خطوط حمراء، أن في إمكانيات محددة لكل من الناس. فرق كبير ما بين ان الانسان يبقى واقعي فاهم طبعًا الصفات وطبيعه طبعًا النفس البشريه وما بين انه يبقى سوداوي وشايف ان انا هظن ظن سيء بالزبط. وده هنتكلم عنه. بس معانا تليفون استاذ رشدي. اهلا وسهلا يا استاذ رشدي، حضرتك ممكن تسمعنا بالتليفون مش من التلفزيون؟ سمعنا يا استاذ رشدي ولا مش معانا؟ انا حضرتك كل سنه طيبين. وحضرتك طيب وبخير يا رب. اتفضل. الصوت مش واضح للأسف. نعم. حضرتك سامعني يا أستاذ رشدي؟ سامعك والله سامعك. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. ازي حضرتك وازي حضرتك الشيخ محمد عامل ايه؟ أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب وبخير يا رب. يعني معلش إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. تمام. النفوس حضرتك ضعفت دلوقتي، والجار هو احق الناس بالانسان او بجاره صح؟ تمام. ولكن الجار ده بيكرهه، يعني مثلا جاري انا بيكرهني مثلا تمام، وانا بتودد اليه ودايما اتودد اليه وما بعملش اي اساءه، طب يأبى هو؟ يعني كل ما اتودد اليه يأبى، هو رافض التواصل. الله ينور عليك. تمام. الله يكرمك. هل اقطعه ولا استمر في التودد بس اكون على مدد وقت غيظي؟ لانه إيه؟ بيعمل افعال لا تليق بادمي او بانسان او بدين او باخلاق. يعني هو بيأذي حضرتك بشكل مباشر؟ طبيعي طبيعي. تمام. فحضرتك طبيعي. بتشوف انك مفروض رد فعلك معاه يكون ازاي تحت منهج حق الجار.
ربنا يبارك في حضرتك يا استاذ رشدي، وسؤال رائع وبرنامج بتاعك محترم، وانا والله بستناه من اسبوع لاسبوع، بس يعني ايه يمكن المداخله عندكم صعبه شويه، معلش. الله يبارك في حضرتك واعذرنا يا استاذ رشدي، وحضرتك نورتنا النهارده والله، وشكرا لسؤال حضرتك. شكرا شكرا لحضرتك جدا. سؤال مهم جدا، فكره حق الجار، وان كان كمان سؤال فكره ان الانسان لما بيكون في تعاملاته عايز يود وعايز يوصل والمقابل بتكون اساءه، فيتصرف ازاي؟ لا زال الجار هو احدى وصايا او احد الوصايا التي وصى بها المولى سبحانه الناس لما امرهم بان يعبدوا الله تعالى ولا يشركوا به شيئا، ووصاهم بالوالدين ثم بالجار. والجار القريب الذي بينه وبيني صلة قرابة، والجار الجنب اللي هو جنبي، وصانا بهما الإسلام، وهذه الوصية لمنزلتهما عند الله، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، خلاص هيبقى واحد من أهلي. فهنا ماذا أصنع مع الجار المؤذي؟ أولا الصبر عليه، فهو ابتلاء رباني، ابتلى به المولى سبحانه وتعالى عباده ليختبرنا فيما أمرنا أن نحسن إليه. هو اختبره اختبار في الوالدين والأقارب والجيران وابن السبيل وكذا، وصية من الله، فبيختبرك في الوصية في الجار ده. اصبر على أذاه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ليه جار يهودي، وكان الجار يؤذي رسول الله، لسنا رسول الله، شايف الكلام واقعي، لسنا رسول الله، فهو رسول الله لكننا نتعلم من رسول الله. كان بيأذي النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي القذرات في بيت حضرة النبي عليه السلام حتى لم يلقها يوم، فذهب إليه رسول الله قال أين فين الحصة بتاعت كل يوم بتاعتك راحت فين؟ وهذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ده المنهج الأمثل طبعاً اللي نرتقي به. لكن أنا بعد مراحل لا أقاطعه، لا أقاطعه، السلام، ما ردش الأذية، يعني ما هو لا أرد الإزاء بالإزاء، لا ما هو ما يردش الإزاء بالإزاء، بس يوقف إزاي الإزاء؟ أوقف الإزاء إن كان الإيذاء إذاء يحتاج إلى ضبط قانوني فأخذ الطرق القانونية، حقي، ودي ما تتعارضش مع حق لا الجار. تتعارض إطلاقا. أنا إن توقفت أمامه ربما أن يكون عفوا أعزكم الله جاهلا فيؤذيني بجهله، وده معنى أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. هنا القانون يأخذ مجراه، وأنا وبيني وبينك قضاء، وكان أصحاب النبي ما بينهم من صحوبية وصداقة وقرب من حضرة النبي، إلا أنهما إذا تعرضا لمشكلة ذهب إلى القاضي، تعالوا روح للقاضي نحتكم، ولازم في حكم. ما ده معنى مهم قوي يا شيخ محمد لأوجه الصبر، لأن احنا دايما فاهمين ان الإحسان والحقوق كلها تتعارض مع فكرة ان الإنسان ياخد حقه ويوقف، ولا يضيع الإنسان حقه طبعا، لأن ده فرض من ربنا. تضييع الحق كارثة كارثة. وبعدين يا أستاذة سارة، لو أنك قابلت عفوا في اللفظ يعني سائل فوقفك النهاردة قال لك بعد إذنك 10 جنيه، اديت له 10 جنيه، تاني يوم هتديله 10 مش هيرضى، محتاج اكتر فاديتله اكتر، فبدا يطلب اعلى، يقول لك عاوز 100، عاوز 200، عاوز 1000. طب لو اديتله اقل هيبقى في مشكله. هنا كذلك، لو انني تنازلت عن حقي مره بقى امر عادي جدا، وبقى التنازل عن الحق اصبح شيء طبيعي واصبح حقا مسلوبا، والجار يقول لك ده حقي، أنا طول عمري هنا، أنا طول عمري الحاجة دي بتاعتي مع إنها مش بتاعته. إذن فالتنازل يؤدي إلى مزيد من التنازلات التي قد تضيع الحقوق
التي ستسأل عنها أمام الله يوم القيامة. طيب الجزئية البسيطة اللي قالها في الأول، فرضا لو الموضوع مش واصل لأذية لكن التواصل، طرف عايز يتواصل والتاني بيقفل باب التواصل، يسلم ويلقي السلام فحسب، بس وده يبقى اسمه حق الجار طبعا. ولو طبعا في الواجبات طبعا لو حد احتاجه أكيد يلجأ. تمام، شكرا يا شيخ محمد. نرجع لموضوع موضوعنا، فكرة العشم، وإحنا النقطة المهمة اللي اتكلمنا فيها فكرة إن العشم في البشر ده موجود لكن ليه سقفه، وسقفه ان احنا نتعرف على طبيعه النفس البشريه من باب الواقعيه مش من باب الظن السيء وتوقع السوء. من ضمن الحاجات اللي احنا نحط الاطر فيها فكره ان احنا نعرف ان الله هو المصدر وان البشر هم وسائل الاصل فيهم للوصول للمصدر للهدف اللي هو الله. ربنا قايل ايه رائعه جدا، لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. الله، وذكر الخذلان هنا. الله الله، هنا تحدث عن الشرك وتحدث إلى الذين يتخذون مع الله، مع مش من دون الله، مع الله بيشاركوا بالضبط. هنا شرك مش كفر. أيوة، والمعنى مغاير. هو يعني يعرف أن هناك رب وأن هناك إله، لكنه يحتاج إلى واسطة في ظنه، يحتاج إلى واسطة تقربه من الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عشان كده ربنا قال لا تجعل مع الله إلها، وهقف عند كلمة إله. هل الإله هنا لابد أن يكون إلها يعبد أو لا. صنم؟ لا، صنم. أقول صنم إيه بقى؟ صنم عقلاني في فكر الإنسان، صنم اتخذه الإنسان صنما في ذاته فازداد تعلقه بإنسان، وظن أن الإنسان سيوصله إلى أعلى الدرجات التي يريدها في دنيا الناس، هيديله مال وجاه ومناصب وهيوصله خلاص أنا معايا فلان، اعتقاده في أعلى من اعتقاده بالله. نعم، هنا اتخذ مع الله إلها، لا أقول إلها شركيا ولكن إلها فكريا اعتمد عليه، بقى صنم من الأصنام. بالظبط، بقى صنم. طبعا بقى صنم من الأصنام. لو أننا اتخذنا فكرنا إلها لصار صنما، يعني اللي هو الهوى، الهوى بتاعنا، الهوى بتاعنا ده لو اتخذناه هو ده طريقنا أصبح صنم، وليس الصنم متجسدا في صنم بالزبط. ولكن صنم فكري، صنم هوى، صنم عقلاني، هو ده اللي أقصده. صنم بشري، صنم بشري، فلان ده اتعشمت فيه أو زيادة عن الحد وظننت أنه الذي أنه سيعطيك سيمنحك أنت عددت السينات. طب أنا عايز أسأل سؤال في دي يا شيخ محمد. أحيانا حد يلجأ لحد فعلا هيجيب له واسطة معينة، هيجيب له شغلانة معينة، فيحس أنه هو معتقد فيه أن ده اللي هيوصله للهدف. هل ده اعتقاد مبالغ فيه أو شرك خفي؟ لا، هو اعتقاد مبالغ فيه. مبالغ فيه، لابد أن آخذ الطرق إلى الله أولا. أول حاجة ربنا، أول حاجة. لا مش فاهمة قصدك. هقول إزاي. أنا محتاج أتعين مذيع مثلا، كويس، فبدأت آخذ الأسباب، درست آلام، تقربت إلى الله، توسلت إلى الله، توددت إلى الله، صليت استخارة، أخذت بكل الأسباب العقائدية التي تقربني إلى من؟ اللي توصلني للهدف إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك توسمت في فلان الصلاح فكلمته، ده ما فيهاش مشكله. فالاخذ بالاسباب قبل ما ان انا استعين ببشر عشان ابقى اسمي مشيت على منهج ربنا علشان تمام اوصل للهدف بالزبط. مش فكره الهوى او ان انا معتمد بده كليه وبس. صحيح على كده. صحيح، هنطلع فاصل ونرجع نكمل ان شاء الله بعد الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. شيخ محمد، فكره الاصنام علشان كمان نوضحها اكتر، هي فكره اعتقاد الانسان ونواياه. انا معتقد في الشخص ده، انا بأله الشخص ده بالزبط. وفعلا شايفه هو المصدر اللي هيرزقني محيح. ولا هو وسيله ربنا مسخرها لي علشان خاطر يساعدني ويعني يذلل لي الامور، زي اعتقادنا في الطبيب وان الله هو الشافي بالزبط. اعتقادنا في الدواء وان ربنا هو الشافي حقيقي. فدي بناكد عليها علشان خاطر ساعات يحصل لخبطه، يعني انا كده بشرك مع ربنا ولا انا كده بعمل ايه؟ احنا لا نؤله الاشخاص، لا نؤله الاشخاص، ولكن ناخذ بالاسباب التي توصلنا الى الله. ناخذ بالاسباب. سيدنا النبي من صلى عليه عليه الصلاه والسلام الم يحتج الى البشر؟ احتاج للبشر طبعا، احتاج لابو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، لسيدنا ابو بكر ولسيده اسماء ولعبد الله بن ابي بكر في الهجره ولعامر بن فهيره، سيدنا موسى طلب من ربنا سيدنا هارون بالزبط. اشدد به ازري واشركه في امري حقيقه، وكذلك احتاج الى الخضر عليه السلام ليبصره صح. اذا فكلنا نحتاج الى الناس، ولكنه احتياج بدرجه معينه، احتجت لمرحله معينه وسيله بالظبط. ولكن زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، خلاص بنزلل الصعاب لبعض، كل في مجاله، كل واحد بيسهل في مجاله الطريق للاخر، لكن الاعتماد الكلي على من؟ على الله. على الله عز وجل. الفكرة دي لو بطلناها في عقولنا صح يا شيخ محمد، هيخلينا حتى التقصير من البشر جميل. الاختلاف جميل جميل الاول اللفظ بتاع بطلناها في عقولنا، بطلناها في كيف يبطنها الانسان صحيح بالظبط. هتبني عليها فكره ان حتى لو حصل تقصير من البشر هنعرف، ايوه هنتضايق هنزعل وكل حاجه المشاعر البشريه، لكن هنعرف ان ربنا اللي منع، وما منعك الا ليعطيك، هيوجد لك البدائل لان ربنا هو المصدر. نعم، المنع عطاء، المنع عطاء، فان منعك فلان فقد اعطاك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما بيمنعك من التودد والتقرب الى فلان ما منعك الا ليعطيك، لان اكيد عطاؤه انت لا تعلمه. فكم من عطاء لله سبحانه وتعالى مستخف لا يدركه العبد الا بعد مرحله عمريه بعيده صح. حاجات كتير قوي لا نعلمها ولا يعلمها الا المولى سبحانه وتعالى. سبحان الله. والمثال البشري البسيط جدا، الطفل اللي بيبقى شبطان في حاجه صحيح. واهله يمنعوه عنها وهو ما بيبقاش فاهم ويعيط بالظبط. ولله المثل الاعلى اكيد. الموضوع ده ينقلنا لحاجه مهمه قوي، ان احنا في اطر للتعاملات بين البشر، فكره النوايا والظنون، وان احنا نتدخل فيها. ساعات كتير ناس بتبني احكامها وافعالها على فكره التدخل في النوايا وفي الظنون. نعم. مبدأ النوايا في التعاملات مع البشر يا شيخ محمد، يعني احنا بنقول دايما بيننا وبين ربنا ربنا اعلم بالنوايا. نعم. لكن بيننا وبين البشر الافعال والمواقف. نعم. فعايزين نفسر الموضوع ده. النوايا لا يعلمها الا الله، لان النية محلها القلب، والقلب لا يعلم خفاياه الا المولى سبحانه وتعالى. وعلى الانسان ان يحكم على الانسان بظاهر الامور، ولا يستبطن ما لا يعرفه، بدليل نصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الملائكة نفسهم لهم الظاهر ولا الباطن؟ دلوقتي احنا بنقول قال الله، قل هو الله أحد، فكتب ملك اليمين رقيب حسنات. كتب حسنات. قال قل هو الله أحد، لكن الذي يعلم خافية الأمر بأن أنا بقولها إخلاص ولا مراءة للناس هو مين؟ هو الله. حتى الملائكة لها الظاهر. حتى الملائكة لها الظاهر. نعم، تحكمه بالظاهر ولا تحكمه بالباطن، بدليل ان يوم القيامة هنقف في ساحة القضاء وربنا سبحانه وتعالى يأتي لفلان، الملائكة تأتي بكتب كانت خاتمتها خلاص بتاعتهم، وبعدين تديها لربنا سبحانه وتعالى فيقرأها العبد فيرى ما قد كان فيه من بناء مساجد وصلاح وتلاوة قرآن وجوف الليل وقيام الليل. فربنا يقول لهم لا لا، دعوا هذه واقبلوا هذه. ربنا يجيب كتب تانية خالص، يا رب ما علمنا عليها وما شهدنا وما كتبنا إلا بما رأينا. فيقول الله إنها لم تكن خالصة لوجهي. يبقى هنا اطلع على مين؟ على النية. ونحن البشر، وأؤكد نحن البشر، لا ينبغي أبدا أن نستبطن ما في دواخل الناس
ولا أن نفتش عنها ولا أن نحكم على الناس بالظن، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه إياكم والظن، فإنه أكذب الحديث، أكذب الحديث. ليه تظن بالإنسان شر؟ ربما أنت توسمت فيه في أمر ما ما قدرش ينفذه لك لأمر لا يعلمه إلا الله ولا يريد أن يطلعك عليه، مش عاوز يعرفك يا أخي، إيه اللي زعلك؟ تقول لا لا ده كذاب، ده منافق، ده أنا قصدته ما عمليش. مين قالك؟ ربما سعى مرة واثنين وثلاثة وطرق الأبواب ولكنه لم يوفق، فالتوفيق مرده إلى الله. وهذا يعني كلنا يعني في هذا الفلك. هي دي حقيقي يا شيخ محمد، وبنتلخبط ما بين بقى إيه فكرة إن ممكن يكون العمل طيب فإحنا نقول إن ده لا ده ممكن يبقى مش قصد ده نيته مش كويسة، وما بين العكس إن العمل يبقى سيء ونقعد نبرر ونخدر نفسنا، أو الشخص اللي عامل العمل السيء يقولك أنت ما دخلتش في نيتي أنا مش قاصد. لذلك فده بيعمل لخبطة في المنهج، وفي قاعدة فقهية بتقول النية الطيبة لا تصلح العمل الفاسد. طبعا ده أكيد. طب عايزين نعرف نوازن إزاي الموضوع. العمل له ضوابط، العمل له ضوابط، والمعاملات والعلاقات الإنسانية البشرية لها ضوابط. إيه الضابط؟ أنا بستأذن أستاذ سارة بقول لها والله أنا محتاج منك طلب. طب إيه الطلب؟ كذا. فقالت لي بنسبة 90% أنا أعمله خلاص قضي الأمر اعتبره خلصا. أنت من أعطيتيني عشما زائدا في تنفيذ المهمة. لا أقول له لا، الأمر موكول إلى مين؟ إلى الله، ده بظروفها أنا ونصيبي. ممكن أنا هطرق الأبواب لكن الله أعلم. يبقى هنا لما ربنا يقول لي، لما يقول لي الصلاة لها أركان تمام ولها نية، فالنية ركن من أركان الصلاة، لكن لما يقول لي لها نية ولها أركان تانية، فأنا نيتي أن أنا أصلي كويس لكن سبت الركوع، يبقى الصلاة فاسدة ولا مش فاسدة؟ فاسدة، لأنه ترك إيه؟ ركن. يبقى هنا العمل فاسد، النية لا تصلحه، النية لا تصلح. وهكذا في كل مناحي الحياة. أنا عملي 1 2 3 4 والله أنا كانت نيتي، لا نيتك متى؟ واحد بيسرق عشان عايز يساعد الفقراء مثلا، نية طيبة لكن لا تصلح العمل الفاسد. لا تصلح هذا العمل الفاسد. فأنا عاوز أقول أن الإنسان إذا أراد ألا يوقع نفسه في خطأ، لا يفتح الباب أمام الناس فتحا مباشرا لعشم زائد حتى لا يقع تحت مظلة الأعمال الفاسدة التي تبعده عن الناس. طيب في مقولة لسيدنا عمر بن الخطاب بتقول عاملوا الناس بما يظهرون لكم والله يتولى ما في صدورهم. والله يتولى السرائر رائعة. سبحان الله، يعني ربنا اللي يتولى اللي في الصدور، احنا مش عارفين بالظبط ان هي ايه. كويس. الفكرة دي تطبق في الحالتين يا شيخ محمد طبعاً. زي ما بنقول طبعاً. سواء اللي انا اللي ظاهر لي هو عمل طيب اخده على شاكلته، طب عمل سيء اخده على شاكلته واتعامل بده. صحيح. طب فين هنا مثلا ممكن نقول التماس الاعذار؟ لا، التمس العذر باني قد رأيت ان فلان سعى وسعى وسعى ولكنه لم يحقق هدف، خلاص هنا التمس له العذر في انه لم يقضي حاجتي، ما قدرش خلاص، لانه ليس بيده عصا موسى كما يقولون. ده احنا في الاول في الاخر ايه؟ بشر. قدرتنا محدوده، لك اول ولك اخر، لك اول ولك اخر، فعند اخره انت كمان حط نفسك بقى، يعكس الامر عليك. يعني مثلا انسان في مجال ما يستطيع أن يخدم فيه لكنه لم يوفق، هنا خلاص هو آخره كده، ده آخره. فأنا هنا التمست العذر وحط نفسي مكانه في مجالي، في مجالي تماما. طب لو هو قصدني في كذا وأنا تطرقت المسؤولين وما قدرتش أوصل نتيجة، يبقى هو التمست العذر. لذلك نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمس لأخيك عذرا. النبي قال أهو قبل أي كلام، التمس لأخيك عذرا. عشان كده لابد أن نضع هذه أمامنا. وبعدين معلش يا أستاذ سارة، رسالة أوجهها للجميع إخواننا، يعني لا تقتلوا العلاقات بعشم زائد بينكم وبين الناس. اوعى تقتل العلاقة بينك وبين حد كويس علشان طلبت منه طلب ولم يوفيه. يعني مثلا على سبيل المثال،
سمعته من زميل يعني او صديق ان احد الناس قد قصده في زواج ابنته في تجهيزها. فوالله الراجل سعى امامنا فعلا واتى له بشيء واثنين وثلاثه واربعه، فازداد سقف المطالب فلم يستطع. خاصمه من طلب، صاحب الحاجه ده خصمه، ما عادش بيكلمه. ليه؟ اصله ما وفليش. فكلمته، يا ابني حرام عليك، الراجل ده قد وفاك الحق وزياده، يعني ما شاء الله جهز له ما يقرب من 70-80 ألف جنيه، محتاج منه ايه تاني؟ فهنا اقول سقف المطالب قد زاد، ونحن او من يعطي لابد الا يعلي سقف المطالب امام الناس. هي الفكره ان احنا دايما مفتقدين لفكره ايه اللي ليا وايه اللي عليا، ايه الفضل وايه الفرد. صحيح. وده اللي بنحاول دايما ناكد صحيح. عليه، علشان تعرف اللي بيتعمل لك ده شكر تشكر عليه وتقدره، ولا ده واجب ومفروض يتعمل. المعاني دي بتحط لنا اطر قويه جدا في التعاملات، بناء عليه انا بحدد اتعشم اكيد لما اتعشم في زوجي، غير ما اتعشم في ابويا، غير ما اتعشم في حد غريب. في درجات، في درجات وليها منهج، لكن كله تحت مظلة العشم في الله وتوقع بالزبط كل شيء. بالزبط. في جزئية التماس الأعذار يا شيخ محمد، فكرة ان المؤمن كيس فطن، ودي نقطة عايزين برضو نتطرق لها، لان مش اي حد برضو نلتمس له العذر. صحيح. يعني فكرة ايه الرصيد، إيه لكن ما يبقاش شخص متكررة دايما المواقف السيئة. يعني موقف سيدنا يعقوب، بل سولت لكم انفسكم امرا، اتقالت مرتين. أول مرة قالها لما أخذوا سيدنا يوسف وقال كده بل سولت لكم أنفسكم أمرا. تاني مرة قالها لهم مش من باب الظلم، هم لا. كانوا فعلا على حق وأخوهم اتاخد منهم، كان على حق، لكن هو قال كده ليه؟ لأن تكرار المواقف خلته خلص. يحكم بالشكل ده. نعم. فدي برضو نفهمها ونتعامل بيها هو زي. سيدنا يعقوب عليه السلام في الأولى بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. بالظبط. وهنا لما سيدنا يعقوب تحدث إليهم لأنه قد اطلع على ما يظهروا، زي ما سيدنا عمر قال. أيوة. فهو يعلم تماما بأفعالهم أنهم يكنون العداوة ليوسف عليه السلام. صح. وظهر ذلك في إصرارهم، في إصرارهم على أن يأخذوا يوسف معهم. وهنا يعني سبحان الله، أعطى لهم الإجابة أو الكذبة التي يكذبون بها عليه. وطبعا حاشا لا أن يكذب سيدنا يعقوب، لكن ادالهم المفتاح، قال لهم إيه؟ الديب هياكله، إني أخاف أهو من إيه؟ أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب. لما رجعوا قالوا إيه يا أستاذة؟ أكله الذئب. فعلم أنهم سولت لهم أنفسهم أمرا خطيرا، لأنهم قالوا ما قاله، وكان على حق وأخذ بالظاهر زي ما قال سيدنا عمر. خلاص لما كانوا على حق، أنت شككتني فيك، أنا خلاص أنا شكيت فيك. رصيد المواقف والتعاملات، خلاص هو ده، ما عندكش رصيد سابق يؤكد أنك صادق. ده مش ظن، لا مش ظن، ده رصيد نتيجة ان انت تكرار المواقف. بالظبط. عاملوا الناس بما يظهرون، زي ما حد بالظبط يعمل حاجة كويسة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، وبعدين في موقف هنا التمس العذر، هنا التمس العذر. يبقى اذا المواقف ليست متكررة، لكنه اخذ بالاسباب مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وخدمك وجري معاك وراح معاك وجه معاك. مش معقول لما يحصل له ضرب حضرتك تقف قدامه وتقول لا ده مش كويس. فالمرة الثانية لسيدنا يعقوب لما أخذوا ابنه الثاني، فقال لا برضو بنيامين. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. نعم. بس برضو الشيخ محمد، حتى لو ده ما ينتقش عليه أو يعني ما يبقاش تبعياته، إصدار أحكام، يعني فكرة، لأن برضو إن بعض الظن اسمه طلعوا فعلا في الموقف ده مظلومين. حقيقي. ففكرة إن حتى لو سيدنا يعقوب هنا لم يصدر حكم. بالظبط. بالظبط. ما هو ده اللي احنا بنأكد هو عليه. قال إيه بعد ما قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا؟ قال إيه؟ فصبر جميل. لحد ما يظهر له الحقيقة ويتأكد. ظهرت له الحقيقة إمتى؟ قبل حتى ما يروحوا لسيدنا يوسف مرة تانية. مين اللي يأكد كده؟ القرآن الكريم. يا بني لا تدخلوا من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة. هنا قال لهم خشوا من أبواب متفرقة. ليه؟ كان يخشى عليهم من الحسد. يبقى هو بحبهم ولا لأ؟ طبعا اكيد. يبقى هنا
أصاب يعقوب وعلم أن الله سيدخر له أمرا، وأكيد كان يعلم من الله، عشان كده قال لهم إيه؟ وأعلم من الله ما لا تعلم. ما لا تعلم. هو هي لم يسئ الظن. طيب يبقى احنا عشان ناكد على الفكره، فكره ان ما يبقاش الانسان مواقفه سيئه مستمره او ده الرصيد بتاعه ويجي مطالب ان احنا نلتمس العذر. صحيح. لا، يعني انت في النهايه مسؤول عن افعالك، وده ساعتها مش سوء ظن، لكن سوء ظن يخلينا لايه؟ فصبر جميل. فصبر جميل. جميل لحد ما نتيقن، نتيقن من الامر ان ده على باطل وانه فعلا مش مظلوم فيها. فكره او معنى ايه؟ معنى ايه اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم، إيه المقصود إن بعض الظن اسم؟ البعض هنا بعض الظن، بعض الظن إثم، إثم يعني إيه؟ يوصلني إلى طريق قد أسيء فيه للآخر، وليس إثم مجرد ذنب، لا، ده إثم معنوي وإثم حقيقي. الإثم المعنوي ده اللي هو فيه كتابة عليا بالسوء، والإثم الحقيقي اللي هو قد يوصلني الظن، الظن الآثم، الظن الايه؟ نركز تاني ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هناك فرق بين الخبر وبين الوصف. يعني ايه الخبر؟ تمام. بقول لك الظن إثم، الظن ايه؟ إثم. هنا خبر، خبر، خبر بخبرك ان الظن إثم. طيب الخبر، الحاجة التانية انك هتاخد اسم على سوء الظن، ان بعض الظن إثم، فلا ترتكب هذا الفعل حتى يعني تأخذ عليه وزرا. التاني بقى، هناك ظن آثم، آثم، آثم يعني إيه؟ هو يقودك إلى فكر آثم، إلى فكر سيء، إلى فكر تسيء الظن فيه بالآخرين. هو ده اللي نهى عنه القرآن الكريم، إنك أنت لا تسيء الظن، ما تمشيش في الظن الآثم ده، علشان ممكن يوصلك لمرحلة قد تقتل به بريئا. صح، علشان كده لازم الأدلة، عمر الأحكام على البشر ما ينفعش الحكم فيها على فكرة لا ظنون ولا إحساس يا شيخ محمد. يعني كتير يقول لك استفتي قلبك وإن أفتاك الناس، ويقول أنا حاسس قلبي بيقول لي إن أنا مش مرتاح لفلان. نعم. الموضوع ده شائع جدا جدا، وصادم للناس لما نقول إن ده مش المقياس اللي تاخد عليه أحكام وتظن عليه الظنون وتقول أنا قلبي مش مرتاح لفلان. سؤال، واحد بيقول الربا حرام، كويس، أو الشيء ده ربا، تمام، طب بنيت حكمك على إيه؟ أنا حاسس. طب حاسس، هو مش في أدلة شرعية وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى سخرهم لخدمة هذا الدين والإجابة على هذا السؤال؟ يبقى ما ينفعش فيه الظن، ده ينفع فيه التيقن من أهل الذكر. دي نقطة مهمة جدا، وده اللي بيحطنا دايما في جدل. طبعاً. لما تطلع فتاوي أو أحد المشايخ يقولوا معلومة إن الناس العامة مش عارفينها، وطبعا بيقتطع وتنزل كجملة واحدة، فما يتعرفش أبعادها إيه، فالناس بتحكم على معلومة ظاهرة من غير ما يدوروا أبعادها. نعم، ده حقيقة، بيقرأوا بعض الأمور ويأخذوها على ظاهرها دون أن حتى يعني يسمعوا أو يستمعوا إلى المقطع نفسه الصوتي أو 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 الفيديو المعين اللي جه فيه الكلام، لكن يختزلوا القول في اللي قرأوه كمنشط أو كخبر. ده داخل في الظنون يا شيخ محمد؟ طبعا، ده داخل في سوء الظن، لأن الأصل أن تعود إلى هذا الشخص. والله أنا قرأت لك النهاردة كلمة مكتوبة على كذا، هل هذا الكلام حقيقي أم لا؟ ناقشني فيه، علمني. لكن تاخده وتبدأ تحط كلمات كما نرى على صفحات النت والسوشيال ميديا. تمام. احنا علشان نقفل بس قصة الإحساس دي، فكرة ممكن الإنسان يستعين بإحساسه، أنا مقبوض من فلان، مش مرتاح للموضوع ده، في أمور خاصة بي، في أمور خاصة بي جدا، وكمان برضو مش حكم أساسي، لأن ممكن تبقى ليها علاقة بعقل باطن، أفكار خاطئة، وسوسة زيادة. فالفكرة اليقين مهم جدا جدا، فالعلاقات مش بنعتمد لا فيها لا تبنى على الظن، على الظنون والأحاسيس. بالظبط كده. شكرا جدا لحضرتك يا شيخ محمد، ربنا يجزيك عنا كل خير. شكرا جدا لحضراتكم، اشوفكم بكره على خير باذن الله.